باي وقت مش مشكله. الجدول تبع اليوم حنحكي شوي عن اداره حساب تويتر لشخص هون بالحضور، بعديها حنحكي شوي عن كوميونيتي مانجمنت بشكل ملخص، بعديها جودة حيحكي عن كيف المنصات الاعلام الاجتماعي بتساعد بالسيرش انجن اوبتمايزيشن ال اس اي او، جدا مشوق. بعديها حنسوي بانل عن اداره حسابات الشركات، يعني الكوميونيتي مانجمنت جوا الشركه او عن طريق الايجنسيز وايش الفرق بينهم. واخر شيء حيجي ياسر حجاوي يسوي لنا كيف بيبدا يعلن على الفيسبوك، حيكون مش برزنتيشن، حيكون هاندز اون، يفرجينا حيدخل على الحساب تبعه على الفيسبوك ويبدا الاعلان تبعه يفرجينا ايش يعني الجود تيبس تو دو ات. هون عندنا السكرين هذيك اخر واحده على الشمال فيها تويتر وول، هون حنفرجيكم كيف حنبدا وندير التويتر اكاونت، وهون المين. كله تمام؟ اوكي. حكينا الايفنت برعايه زين، حكينا عن الايميل. سو فار كم واحد بيروح يسوي محفظه ايميل؟ 3 اخر مره، 1 2 3 كلهم نقصوا. طيب اوكي، فبدنا نختار شخص ما عنده تويتر اكاونت ونختارناه والحمد لله، نفتح له حساب نفرجيكم كيف اذا عملنا كل شيء صح ممكن يصير من سهل الناس تتبعك، لانه افتتاح حساب على التويتر مش سهل. اولها لما تفتح الحساب صعب انك تلاقي الناس اللي يتبعوك، وصعب انك تدور على محتوى انك تنشره. ففي سيرتن تيبس تسويها بتلاقي بصير عندك انجيجمنت عالي وبصير الناس يسوي لك فولو. مهم جدا كل واحد بيفتح حساب على تويتر يغير البيضه. هاي شايفين البيضه هون؟ هاي البيضه مين هذا؟ اسم مين؟ حسن تك. يا حسن وانت على اساس حاطينك باللجنه كمان؟ ما هو شيء. هاي مش بيضه ولا ايش هاي؟ كاش. طيب فالبيضه يعني سبيك نونو. انا لما حد يسوي لي فولو اي فولو باك، بس اذا كانت بيضه اي دونت. فاما حان للبيضه ان تفقس. ما حدش يحط صور اولاده ولا حيوانات، doesn't look good يعني. اوكي، اذا بدكم تحطوها مثلا واحد اجى بيبي يحطها ليوم يومين يشيلها معلش، بس صورة البروفايل تبعت التويتر لازم تكون مربعة، فالدزن مارا ايش السايز تبعها، بس انه الطول والعرض متساويين. دائما حاولوا تحطوا صورة وجه، مش يعني صورة جسم ولا كذا، ركزوا على الوجه دائما تكون بروفايل فوتو. البايو مهم جدا. لما انا اشوف الفولورز تبعوني بيجيني مثلا 5-10 باليوم، فما بقدر ادخل على كل واحد، فبروح للفولورز تبعوني وبشوف لسه ما سويت لهم فولو، فبشوف الليسته ببين عندي البايو ايش هم كاتبين بالبايو، اكوردنجلي بسوي فولو باك ولا لا. فمهم جدا البايو تكون كلمات معبره عن عملك وعن اهتماماتك. كمان كيف ممكن تساعد الناس، يعني اوفر تو هيلب، ودور على ناس بنفس اهتماماتك ونفس مجال شغلك. ومش غلط انه بعد كل فتره وفتره تجدد البايو تبعتك. اللي ما عندوش ويب سايت، كلياتنا ما عندناش ويب سايت، يحط اما اللينك تبعت البلوج او الفيسبوك بروفايل. فتروح على الفيسبوك بروفايل تبعك تحط اللينك تبعت الموجود هناك، انه في شويه المايك بيقطع. تمام؟ اوكي. هلا الخلفية أنا دائما بسرقها. I always do. فبروح على جوجل بكتب تويتر هيدر، مرات بكتب باتمان، مرات بكتب سبونج بوب، مرات بكتب فور مين فور ويمن، واللي بيطلع لي باخذها وبغير عليها شوي شوي. فيعني مش بدهاش جرافيك ولا بدها ديزاين ولا محزن. مهم جدا إني أدور على قوائم، يعني في واحد سوى هيز هوم وورك وراح جاب مثلا كل الانجينيرز بقائمه، كل الاكتف انفلوينشال اربس بقائمه،
كل السوشيال ميديا جايز بقائم. القوائم هذه موجودة على شغلة اسمها listatlas.com، تروح عليها وبتشوفوا قوائم مختلفة. هاي one way. في شغلة تانية، في أشخاص زي مثلا أنا عندي كتير قوائم، حاطط أكثر ناس مؤثرين عرب، أكثر نساء مؤثرات عرب، أكثر أردنيين مؤثرين عرب. فبتروح على أشخاص اللي هم يسووا الهومورك لإلكم عشان to save you the trouble، وتتبع اللستة تبعته. إما تتبع اللستة كلها، subscribe لللستة كلها، فبصير عندك تايم لاين جديد، أو تختار منها يفولو اللي بدك إياه. وممكن كمان ندور على إيش في ترندز موجودة عندنا. هلا بالريجن تبعنا بالأردن ما في تريندينج بتويتر، بس في الويب سايت هذا ترندز ماب، فرجيك خريطة العالم وإيش أكثر هاشتاجز مستعملة بكل بلد حسب الخريطة. فبروح على ترندز ماب مثلا، إذا أنا جديد بدور على خريطة الأردن، بشوف مثلا إنه هاشتاج عمان من أكبر الهاشتاجز المستعملة بالأردن، فبصير أستعملها. فأي رايد ذا ويف، بركب موجة الهاشتاج الكبيرة هذه على أساس إني الناس يلاقوني أو لا الناس. ممكن بشوف إنه هاشتاج عمان مستعمل كتير، فبسوي سيرش على هاشتاج عمان، بطلع لي كل الناس اللي بيستعملوها، فبسوي لهم فولو. This is a trick. هذه هي الحيلة. لما ضبطت الأكاونت تبعك، الصورة والبروفايل كله تمام، ولقيت مصدر للمحتوى، ولقيت الليستات، ولقيت الهاشتاجز، أول إشي بصير أطلع تويتس، بصير أصدر المحتوى، بعدين بدور على الليستات، فعرفت لستة خلص هذه هي بدي إياها كلهم، فبصير أسوي فولو لخمسة يومياً، I follow them، بس هم ما راح يشوفوني وراح يعبروني لأنه أنا جديد وما عنديش followers وشغلات كتير. شو التريك؟ إنه I engage them. اليوم هشتغل على خمسة، I سويت follow لخمسة، بعدين بروح عليهم واحد واحد على التايم لاين تبعه، بشوف آخر 3 tweets وبجاوب على واحدة منهم، فبسوي reply to one of his latest tweets. هذه بسوي notification عندهم alert، إما إنه هي reply back أو retweet أو follow back. Either way it's a success story. من خمسة اجوك اثنين أو ثلاثة ممتاز. فكل يوم نشتغل على خمسة. احنا شو حنسوي اليوم؟ كل ساعة حنشتغل على خمسة. هلا في عنا واحد من الشباب بس projecting proactive tweets، عم بدور على tweets بطلع مقالات quotes شغلات حسب أنواعها. عنا نتاشا هتدخل على الليستة على الانفلونشل، هسوي فولو لفايف كل ساعة وتحكي معهم على أساس إنه هم ده فولو باك. فهاي الحركات كلها بنسويها اليوم مانجمنت، انتوا اللي حتشوفوها هون كله حتكون موجود هون. هذه بعطيك سامبل من كيف إدارة حساب التويتر بطريقة صحيحة. إذا بتسوي هيك للحساب تبعك أو حساب الشركة بشكل يومي منظم، بصير عندك فولوورز كتار. هاي أنواع المحتوى، في تويتس شخصية، في أسئلة، استعمل هاشتاجز، استعمل صور. بالنسبة للصور نصيحة، ما تشبكوا الانستغرام على تويتر، سووا الانستغرام خلص الصورة، بعدين لما بدك تطلعها على تويتر ابداها من أول جديد. روح على تويتر نيو تويت واتاتش الانستغرام فوتو على التويت. ليش؟ لأنه إذا شبكتها من إنستغرام لتويتر ما بتبين الصورة، بتبين بس رابط، you have to click on it، بعدين بتبين لك إياها. عشان to make it easy على الناس، أريح لإلهم، سويها مانوال. حقائق، facts، مقالات مهمة جدا، الارتيكلز مهمة جدا. كمان هلأ بالبرزنتيشن الثانية حنشوف إيش المصادر المحتوى. مهم جدا ككوميونيتي مانجر لازم يكون عندك مصدر، أكثر من مصدر للمحتوى تبعك حسب نطاق العمل، حسب السيكتر. فالمقالات، أنا إذا أنا مثلاً بالسوشيال ميديا مواكب على كل المقالات اللي بتطلع بالسوشيال ميديا أول بأول، لأنه أنا عارف المصادر تبعتها، بصير أسويها كوريشن إعادة نشر. هذه هون نجاح كبير،
وهذه بسوي لك فولوشيب عادي، وهذه بتخليك سيلف براند يور سيلف، زي كانك الريفرنس بالنطاق العمل تبعك. سو المقالات الجديده مهمه جدا. الامثله الكوتس اول ما بدا فيسبوك وتويتر وهلا كانت مهمه، لهلا يعني شوي عم بتخف بس برضه ستيل مهمه. هذا بالنسبه للتويتر. شكرا لعماد عدوان، حسن، نتاشا، محمد عشي، ودينا اللي هي مش هون بس مش مشكله، هم اللي حيديروا لنا التويتر اكاونت. انتم هون بتراقبوا شو عم بسوي بالضبط، الهيدر والصوره كل شغلات. كيف الوضع؟ لساكم ساكتين؟ مش عارف، مش عاجبني وضعكم صراحه، فيش انتر اكشن عالي. اما اذا بورينج يعني، ولا في شيء، في شيء على وجهي؟ فيش. طيب الساعه 9:30، يلا نبدا. هلا البرزنتيشن موجودين، حطيتهم على الايفنت بيج على سلايد شير، ماي برزنتيشن وتبعت جودت. نحن الوحيدين اللي حيكون عندنا برزنتيشن، الباقي عملي. سو الكوميونتي مانجرز، انا سالت اسئله، تفضل البرايت. زامل الاضاءه شويه، لا نزل عشان الشاشه مش مبينه، يعني ماشي الحال. كمان هذه اشوف، كيف احسن هسه شوي؟ خلص ثانك يو، تمام اوكي. فسالت انا كم سؤال على الفيسبوك عندي على البروفايل، مين كوميونتي مانجر، وسالتهم كم سؤال، فردوا علي اربعه، واحد منهم، اثنين منهم هون، ريما هناك، وديب هي هون، احمد عارضه مش موجود، لا، رونزا مش موجوده، لا اوكي. طيب 2 out of 4 is not bad. ايش هو الكوميونتي مانجر؟ هو مسؤول حساب الشركه الذي وهو الذي او التي تعمل على بناء وتنميه واداره حساب المؤسسات او قضيه معينه، كولز. هاي الترجمه الركيكه تبعتي ويكيبيديا. انا اعتقد ان الكوميونتي مانجر هو اللي هي بيلدز ان اونلاين كوميونتي، وزي الزريعه هي هاز تو نيرتشر ذم، دائما لازم يسقيها، تيك كير اوف ات، يضبطها. وتيجي الشطاره كيف انه الاونلاين يعني تيك ذا لاين واونلاين عشان تو كريت كريديبيليتي. اوكي، بس من الاسبوع اللي فات كذا شركه عم بتدور على كوميونتي مانجرز. فكوميونتي مانجر از جوب تايتل جديد ومرغوب جدا، زي ما حكينا هون في عندنا 3-4 شركات اوريدي توداي عم بدوروا على كوميونتي مانجرز. فمهم جدا انه يصير اللي يعني بحب هالشغله هذه يصير يتعلمها، يصير يقرا عنها كثير ويتدرب. واتس ا جود جوب. واي؟ بامريكا معدل المعاش الشهري $4,000 الكوميونتي مانجر. بالاردن من خبرتي، لاني انا دا كثير براندز بيسالوني بدنا كوميونتي مانجر، ف اي شير عندي على الفيسبوك اي كونكت ذم توجذر، ومن خبرتي المعاش من 350 الى 1200 دينار حسب الخبره. اوكي سو اذا شاب طالع من الجامعه جديد تعلم الشغله هذه خلال 6 أشهر سنة بس يسوي 1200 دينار، يعني اتس نوت باد، صح ولا لا؟ ايش هي المهارات اللي لازم تكون متواجده مع تفضل في اقل من 350؟ نعم. اذا شوف احكي لك شغله، if that person is being outsourced مش البراند by another community manager ممكن يكون كلامك صح، بس اذا واحد عم بيسوي community management to a brand outsourced او بشركه اقل من 350 دينار حرام. في انا بس انا بحكي حرام، ما لازم تقبل اللي يعني باخذ سعر اقل من 350 مهضوم حقه الا الفريق تبعي. معلش. طيب ايش مهارات كوميونيتي مانجر؟ مهم جدا يكون عنده تايم مانجمنت،
مهم جدا لانه البراند حيكون متواجد على كذا بلاتفورم ولازم يعرف كيف يديره، لازم يخصص مثلا نص ساعه هنا، ساعتين هنا، نص ساعه هيك، في شويه مونيتورينج، في شويه ريبورتينج، كاستمر كير هير اند ذير، سو اون. سو لازم يكون عنده فيري جود كوميونيتي تايم مانجمنت، لازم يكون عارف كل شيء جديد بالنسبه للمنصات الاجتماعيه. مثلا هلا ايش اخر شيء طلع؟ حدا بيعرف؟ حدا يحكي لي اخر اب مثلا؟ ها؟ موبلي، مين حكى؟ انت ما شو بتغش انت قاعد؟ بحكي مع الثانيين. مين؟ حدا؟ طيب موبلي مثلا، موبلي ها؟ موبلي مثلا شيز نيو. فلازم يو هاف اولويز تو بي ابديتد. باث مثلا از جود. اتس ريلي جود. مثلا تابسي، هلا تابسي من جديد قبل يومين بدوا يسوي سيرش على تويتر all the way back to 2006، فممكن طلع تويتس من اول ما بديت عن طريق تابسي، ما كانت موجوده قبل هيك، كانت موجوده بس بتويتر ادفانس تويتر اركايف. حلو، مهم جدا الكتابه. هلا في كثير منا مو شاطر بالسبيلينج، انا مو شاطر بالسبيلينج، زامل مو شاطر بالسبيلينج، حسن مو شاطر بالسبيلينج، بس احنا ورا كمبيوترز ففي سبيل تشيكر وفي بلاغ، صح؟ مهم جدا قبل لما اكتب شغله على تويتر على الفيسبوك اني وير ما ضل كاش تكبس، اكتب بعدين طلع شوف اذا في شغله. انا مرات كثير بكتب، ايش بسوي؟ صير خطير بس طلعت كوش لحدا، بكتب الجمله بعدين بحطها بجوجل، بعدين اذا جوجل بحكي لا هاي غلط بسويها ايتالك بصلحها بعدين برجع. طيب مهم جدا انه اللي يطلع منا الكلام ما يكون فيه مسبل ولا يكون فيه اخطاء املائيه. في حدا هون بيعرف في برجر بليس بالاردن بيطلع نكت كثير، حدا بيعرف بالقضيه؟ شو رايكم بالموضوع؟ مش حنحكي اسمه. بالمره ما له دخل، يعني انت كشخص ممكن تطلع نكت صباح الخير، بس كمحل ومطعم بطلع نكت وفي شغلات يعني فيري سنسيتيف، شغلات سياسيه وكذا. مهم جدا كبراند كوميونيتي مانجر بيهايند ذا براند النكت ما تكون اجريسيف، ما تكون اوفنسيف. فديروا بالكم، لازم يكون عنده المقدره على تحليل البيانات وحل المشاكل. هلا اذا في مشكله، اذا واحد اجى سب عليك نصابين حراميه مش عارف ايش، يو هاف تو تمسك الموضوع نطفه، شيل هذا مش مهم، هاي مسبه مش مهم، مش مهم. ايش هي الكور بزنس؟ شو هو المشكله؟ تعرف ايش المشكله بالضبط، حل المشكله. وانس انك انت حليت المشكله حتتغير طريقه الكلام معك از براند. فمش مشكله اذا حدا كلامه مش نظيف ولا كذا، لا في جايد لاينز وفي خطوط، ممنوع تحكي هيك، ممنوع السب، ممنوع كذا، فاين. بس اذا حدا عنده نيجاتيف ما تخليها تاثر عليك، ما تاخذ الموضوع شخصي، لازم تعرف كيف تحل المشكله. تحليل البيانات مهم جدا برضو، انه يكون عندك القدره انه اعرف انا بهمني بالفيسبوك هلا على الانسايت الجديد ما بهمني الريتش انيمور، انا بهمني الانجيجمنت، فقديش البوست هذه جابت انجيجمنت عالي، كم لايك كم شير، هذا اهم عندي من كم واحد شافها. ايش يعني اذا شافوها مليون بس ما في انجيجمنت عالي شو معناها؟ nothing it did not touch them or affect them. بس شافوها مثلا 100,000 بس عليها انجيجمنت عالي، عليها 20 شير وعليها 500 كومنت 300 لايك، معناته this is a very good post. مهم جدا انه انا اعرف اني انا بالشغل هذه ككوميونيتي مانجر عشان to serve. think of yourself as a waiter. انا here to help you, to assist you, to make your experience successful and pleasant. So مش جاي هون اضيع وقت ولا جاي هون بس اسوي فلوس ولا العب ولا كاندي كراش ولا whatever. انا جاي هون to serve you. So مهم جدا انه احل مشكله الشخص اللي قدامي،
مهما كانت. اوكي، بعدين حكينا نعرف كل التقنيات، فلازم يكون عندنا علم بكل المنصات وكل التقنيات الجديده اللي عم تطلع. هلا از كوميونيتي مانجر جوا الشركه، جوا براند، وركينج فور ذا براند، مهم جدا تعرف ايش هو البروسيس. انا اذا عندي مشكله وصلت للفاينانس، طب كيف بدي احلها؟ مش انت حتحلها، الفاينانس حيحلها، صح؟ مين بالفاينانس اللي حيحلها؟ فلازم اعرف كل مشكله ايش البروسيس تبعها. وحده ليجل بروسيس هون مع الشخص هذا، اتش ار مع الشخص هذا. لما يكون عندي المام تام بالبروسيس تبع الشركه، وبعدين لما ابني الكوميونتي تبعتي واعرف مين اللي بحبنا ومين اللي معنا ومين اللي مش معنا ومين اللي بده مساعده ومين اساعده، ولما يكون عندي المام بالبروسيس والمام بالكوميونتي انا باجي بالنص، لازم اعدل. انا بعرف هيك وبعرف هيك، بس اذا ما بعرف هيك بعرف هيك مش منيح. اذا عندي كوميونتي والكوميونتي بحبوني بس ما بعرفش كيف اساعدهم، في مشكله. اوكي، سو اللي سالناهم الكوميونتي مانجرز اللي هم احمد عارضه، ديب غنمة، ريما ورنزا، فسالتهم انا شو مصادر المحتوى، هم جاوبوا. هلا بفرجيكم الجواب تبعهم. انا ماي انسر از عشان اعرف بدي يكون عندي بنك محتوى اخذ منه الارتكلز والمقالات على اساس هو يشير عندي. تويتر ليست حكينا موجوده بتويتر listatlas.com. فيسبوك انترست، في اوريدي ست انترست معروفه، وفي وحده انت ممكن تسويها، ممكن انت تسوي انترست تحط فيها البراندز اللي بدك اياها حسب السيكتور. اول توب هذا ممتاز، alltop.com ويب سايت، في مجمع ويب سايتات العالم المهمه حسب كيورد معينه، في حسب التك، حسب ماركتنج، حسب سيلز، حسب اتش ار. هو مسوي اجريجيتر، يعني هو مجمع لك اياهم كلهم مكان واحد. فالتوب ممتاز. سكوبيت، scoop.it برضه ممتاز، ممكن تروح تدور على مقالات حسب كيورد معينه بتلاقيها هناك. ولينكد ان توداي بنزلوا كل يوم مقالات من ناس مهمين، ثوت ليدرز بنسميهم، حسب اهتمامات مختلفه. تفضل. ريديت، يس، الارتكلز موست شير بالضبط، انجيجمنت حلو في كمان ريديت، يس. ايش اسم البلوج بلاتفورم الجديد؟ بلوك بلاتفورم تمبلر، اتس جود برضه. اوكي، سو هاي اجابات الناس اللي سالناهم الكوميونتي مانجرز. احمد حكى ماشبل، فيجولي، سوشيال بيكرز، تيك كرانش، سوشيال ميديا توداي. سوشيال ميديا توداي وتيك كرانش ذير جود، وماشبل اكيد. ماشبل از لايك ذا سي ان ان اوف سوشيال ميديا. ديب حكى ماشبل، فيجولي برضه، سوشيال بيكرز، تيك كرانش، نفس الشيء. نفس الشيء ولا انا غلطت سويت كوبي بيست بالغلط؟ اوكي. بعدين ارى جيك حلو كثير، موقع عربي نفس ماشبل بس بالعربي، فارى جيك ممتاز. في عندنا نفس الشيء بالاردن، شو اسم الشباب تبع ابو جمال؟ في شباب بالاردن مسوين برضه نفس الشيء، موقع تقني بنشر فيه بالعربي. ها؟ مينا، ذا مينا تك، يس، شكرا. هافينغتون بوست برضه مش بطال، بز فيد از جود، صوت كاتالوج بعرفوش، ماشبل، ابورث از جود، تي ان دبليو برضه مليح، تمبلر. كيف الوضع هنا؟ كم فولور عندنا؟ لسه؟ بس وين صورة حلوة هنا؟ أخذتوها سرقتوها من الفيسبوك؟ طيب غيره؟ ايش اشوف الهيدر كيف؟ حلو حلو. ايش البايو؟ ماركتر، اوت جوينج تايب اوف جير، ورك ات ا لوكال ستارت اب، اكتف سوشيال وركر، انترستد ان تشاريتي ورك اند لاف تو ريد. عمان، ليش ما في جوردن؟ عمان فاصل جوردن. وهي الفيسبوك تبعها ممتاز، حلو. لا فاصله 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 سبيس جوردن. اوكي، فهلا برضه سالناهم ايش هم القوائم تويتر اللي بتبعوها.
في براين ماكجيل ليست اللي هم توب سوشيال ميديا، في شو اسمه مسوي اكتيف جوت ويبس اكثر 500 واحد نشيط على الانترنت، بس هذه لسته قديمه تقريبا لها سنه سنه ونص. عرب ارتست برضه رونزا عندها السي ان ان عرب انريست وسكوبلر سكوبلرايزر صاحب زامل. هذا الزلمه نمبر 2 لينك از فيري امبورتنت، يو جايز هاف تو فولو هيم سبيشلي اللي موجود على الجوجل بلس، فولو ذيس جاي is very active وماشable. زي ما حكينا ال presentation موجودة على الأونلاين واللينكس موجودة بالإيفنت بيج، فبعد ما نخلص can have access to all these. هذه أهم سلايد هلا ركزوا عليها استعملوها، هدول الأدوات اللي ممكن تستعملوهم عشان تساعدكم as a community manager. بالنسبة للرصد في نزل آب جديد ويب سايت اسمه منشن، very easy to use. هذا حيكون البديل تبع جوجل اليرتس لانه الديزاين تبعه واليوزر اكسبيرينس تبعته احلى بكثير من جوجل اليرت. زي ما حكينا تابسي، هلا تابسي عنده مزايا تنتين، واحده انه فتح السيرش اول ذا واي باك تو 2006، هلا ممكن من الاول بس عندك تقدر تسوي سيرش على على يور تويتس او اني تويتس اب تو 2 3 ويكس بس. هلا يو كان جو اول ذا واي ل 2006 مع تابسي. شغله ثانيه ممكن تشترك بتابسي برو فور كنه 14 دايز بدون كريدت كارد ولا شيء، اوكي، فبيعطيك اناليتكس جدا كويس وجدا رائع، فاستعملوها اشتركوا ببلاش ل 14 يوم هو لحاله ببطل. تاج بورد برضو ممتاز، فرجيك الهاشتاجز والكلام across different platforms. الإدارة number one is Hootsuite. في تويت ديك وفي Hootsuite بس number one is Hootsuite is good. بسوي ممكن نسوي إدارة لأكثر من براند وأكثر من platform. بس في limitation. Buffer app ممتاز بسوي فيه إدارة وبسوي لك جدولة للبوستات تبعونك، فممكن تجدول البوست على تويتر او الفيسبوك عن طريق البفر اب. والحلو انه لما تشترك فيه تسجل فيه بيعطيك 15 جدوله بتايم معين، هو بيعطيك اياهم حسب تفاعلك على تويتر فهو بيحكي او الفيسبوك، فهو بيحكي لك انك انت بيزي بهالاوقات هذه، ممكن تغير عليها الاوقات تحكي لا انا مش عاجبني بدي اغير الاوقات. بوست بلانر بس لاني وانا بحضر للبرزنتيشن كذا واحد بيحكي عن بوست بلانر فحطيته، تفضل. عن ثيرد بارتي، عن ثيرد بارتي. هلا في الايدج رانك وفي الكلاود دي ميجر يور انجيجمنت وقديش انت متفاعل وشغلات، فبيعطوا سكورينج تو سو ماني ثينكس، بقيموك بشغلات كثير بسويها. لما اسوي بوستنج عن طريق طرف ثالث او اوتوميشن او مش عارف ايش بيعطيك يعني بيقلل لك السكور، ف اكوردنجلي الايدج رانك تبعتك بتصغر، اكوردنجلي اللي بشوف البوست تبعتك بصير اقل. فهو ذا بيرفكت سيناريو انك تو دو ات فيا ويب، كله عن طريق الويب، بس حسب البراند تبعك، اذا عندك براند كبير، اذا عندك ملتيبل براندز لازم تستعمل هذول. ريج نايت استعملته امبارح بس نسيت ايش هو، مش مشكله. هاي الاداره تقارير انجيجر مهم جدا بس اتس نوت فري، كنه 300 ولا 500 دولار بالشهر. سوشيال بيكرز از جود 250 دولار بالشهر بيعطيك فيري جود اناليتكس اباوت يور براند بال اب تو 5 براندز فيسبوك اند تويتر. بعدين فروجي بريتش ابس انا صراحه اشتريته 25 دولار بالسنه، بيعطيك ريلي جود اناليتكس اباوت يور تويتر اكاونت، واللي احلى شيء فيه يو كان داونلود اول يور تويتس، لا اول يور فولورز انتو ان اكسل شيت. فهاي اللي عجبتني فيه عشان هيك اشتركت فيه. هلا المسابقات، في انا بحاول ادور على ابز العالم بستعمل ووبوكس. هلا في شورت ستاك، كل واحد لما يسوي كل واحد اشتغل از كوميونتي مانجر وسوى مسابقه يو
تروح بتنادي عطا ولا مش عارف مين، بسوي لك واحدة من 3000 ل5000 دينار، صح؟ بس المشكلة هنا إنك you cannot reuse the contest، صح ولا لا؟ هتقول short stack لا، is drop you can rebrand the contest as you want. فبتحكي مثلاً اليوم أنا بدي أسوي contest عن الفوتو فوتينج، fine، بتحط الجايدلاينز والقوانين والبراندينج and everything، بتسويها، خلصت منها، لساتها موجودة لإلك. فعجبني كتير. هاي واحدة. الشغلة الثانية نقطة مهمة يعني من جديد انتبهت لها، لما أسوي إعلان على الفيسبوك display ad وبيجي الإعلان من الفيسبوك to your timeline، ال conversion rate معناته إن أنا أجيت من الفيسبوك للتايملاين، أرد البوست تبعك، عجبني ما عجبني وبطلع. conversion rate معناته إني أنا أجيت وكبست لايك، هاي conversion بكون واطي كتير. هلا لما يكون في عندي فيسبوك اد عادي، حاطه وحط شغله مثلا على براند معين، بوديني على الصفحه التايم لاين، صح؟ بشوف انا الصفحه، بشوف البوستات، عجبني ما عجبني، بقرا وبطلع، صح؟ ممكن اكبس لايك، ممكن لا. فهاي الكونفرجن ريت واطي. ناو اف يو يوز ا شورت ستاك ولا اني كومبيتيشن اب، بتسوي لاندنج بيج، حلو؟ فاللاندنج بيج تبعتي انا بحطها هيك وبحكي في عندنا مثلا كونتست whatever it is على اللاندنج بيج، for you to play you have to like، عشان تلعب لازم تسوي لايك عشان تبدا اللعب وكذا. فهذه هي لاندنج بيج. ناو بغير كل الفيسبوك ادز، نو مور جوينج تو ذا تايم لاين، انستد تعالوا على اللاندنج بيج، بيعلي لي الكونفرجن ريت. فهمت علي؟ ف يو كان هاف ان اون جوينج كونتست، ديفرنت كونتست. مثلا اليوم انا من هون لاسبوع بدي مثلا الفوتو فوتينج، بعديها بدي لي سكراتش كارد، بعديها بدي جيس ذا نمبر، بعديها بدي كذا، عن طريق one of these apps. وكل وحده تاز اون لاندنج بيج بس اون تاب، بوجه كل الادز عليهم. This way بعلي الكونفرجن ريت. سؤال وين؟ كيف؟ شخصي ما في اعلانات. لا ما عندك امكانيه تسوي اعلانك على حساب شخصي، بس للبيجز. كيف؟ اه نعم بالضبط. هلا انا كل يوم بيجيني 20 سؤال منكم، كل يوم. عندك تمبلت لاستراتيجي؟ هاي نحط لكم اياها. لما تروحوا على البيت اكبسوا على اللينك هذه، اتس بي دي اف، اتس تو بيجر اوف ا تمبلت تو استراتيجيز. هو لما يجيك ايذر يور براند اور يور اوت سورس اسكينج يو فور ا استراتيجي، هير ات از. Start with this one. Don't copy paste, please. Start with this one. Build on it. يعني مش copy paste. يغير فيها شغلات. حط فيها شغلات. في شغلات موجودة وبتحتاجها. شغلات ما بتحتاجها. فأنا I'm doing your homework for you. كيف الوضع هون؟ كم فولور عنا؟ أوه. طب ممكن تسوي لنا فولو لو سمحتوا؟ ايش التويتر اكاونت؟ ريمر جوب. وين زامل؟ وين؟ مش باين فوق. برا؟ اوكي، تفضل. في اشي بالفيسبوك ادفرتايزنج انك تعمل اشي، هو بيعطيك اوبشنز بالبدايه اذا بدك تعمل ادفرتايزنج لبيج ولا لاي لينك ثاني. اوكي، ممكن انه نحط بروفايل لينك. اوكي، بس اجيب ترافيك على هذا البروفايل مثلا عشان يشوفوا البروفايل. بس صح، ممكن ما بعرف ايش الموضوع، معلومه جديده.
لا البروموت للبيج مش البروموت هو اللي بده تعمل his own profile. في بروموت بس هو كمان ممكن يسوي بدل بيج لينك فاين ما عندي مشكله بس why would you want to do this لانه في ليميتيشن بعد 5000 خلص سكر البروفايل اوكي يس يا اذا عندك كومباني بيج نعم بالانسايت بالضبط بتروح على كل على الانسايت بعدين على البوست وبتشوف قديش الانجيجمنت تبعها سو هذول هم الانسرز تبعون الكوميونتي مانجرز ايش هم الادوات اللي بيستعملوها فعندنا هون بفر هوت سويت سمبلي ميجرد هوت سويت تويت ديك كراود بوستر ستاتيجر ايش ستاتيجر هذا اناليتكس بلسر جود سوشيال بيكرز كلاود بيتلي هوت سويت تويت ديك تاب سي بفر سوشيال بيكرز اند سبرينكلر سبرينكلر از نوت فري هذا عنده مانجمنت ثاني بيستعمله كوتويت بس عايش واو حد ثاني يس 20 فيت يس وايلد فاير يا سوشيال برو ممتاز هذا جدا ايش صوره يس اوكي هلا كيف انا بحكي انك انت مؤثر ام لا من زمان كانوا بيحكوا حسب النمبر اوف يور فولورز طب لا This is not valid. المؤثرين مش حسب number of followers. في لازم KPIs تاني. إيش هي؟ طلع في كذا application بقيس مدى تفاعلك مع الناس ومدى تأثيرك على الناس. طلع في cloud، طلع في grid، طلع في peer index. شغلات كتير غيرهم. أكثر ثلاثة مشهورين هدول cloud، grid، peer index. Cloud غير the way they measure your influence كذا مرة. كانوا بيستعملوا KPI معينة يغيروها بعدين يغيروها بعدين يغيروها بعدين يغيروها هلا آخر شيء بيستعملوا 400 مقياس أونلاين and offline وبيعطوك عليها score from 100 في ناس كتير they're against cloud بيقولك لا cloud بس مش هالقد to me هو أحسن الأسوأ to me هو أحسن الأسوأ فبيعطيك from 100 the cloud score ففي شغلات كتير أنا واحد منهم لما أقيم الأونلاين people I use cloud فبعرف مثلاً قديش should I follow back or not or قديش هم مؤثرين عن طريق their cloud score ف anything 60 and up is really good 50 ماشي حاله ليه 40 بدك أوكي مهم جدا ان احنا نهتم بالكاستمرز تبعونا really يعني لازم to be a good community manager لازم يكون عندك genuine يعني عن صح نيه زي ما بحكي عمر عبد الله صف النيه يكون عندك نيه كبيره انك تهتم بالناس مش انه انا رايح عشان بس هيك get paid ولا عشان المعاش ولا لا انا I want to help people تنفع انت للposition هذا ال response rate متى بتجاوبهم هذه بتفرق كتير فحكيتها كذا مرة إنه AT&T عندهم مشاكل كشركة بس بجاوبوا أي واحد خلال 15 دقيقة هاي الجواب السريع غطى على كتير مشاكل خلوا الناس يحترموهم وعطاهم مصداقية كبيرة هلا أنا بالشغل تبعي بيجيني كتير قصص لما أسوي لها investigation بيطلع الغلط مش علينا مرات بكون غلط على مين على الكاستمر بس بسميش الغلط على الكاستمر بكون في مس كوميونيكيشن الموضوع مش مفهوم فهمت علي فانا مش جاي اشتغل قاضي انا كوميونتي مانجر از كوميونتي مانجر اي نيد تو سولف ذير ايشو لازم حل المشكله حتى لو انا عارف انه الغلط مش علينا ف
مهم جدا انه we have to solve the issue even though ان هم مش على صح. ودائما مثلا مش بس تجيني مشكله وبعتها وانساها، لازم تيجي المشكله ابعتها وارجع دائما فولو اب عليها، اسوي فولو شو صار عليها. فمهم جدا لما تيجي المشكله اسوي acknowledgement سريع جدا خلال 15 دقيقه، اوديها جوا for internal process وضلني اتابع قبل ما ارجعها. الشطاره بتيجي انه ارجعها قبل 24 ساعه، 15 دقيقه acknowledgement 24 ساعه resolution، وانا بيجي الشطاره. يس يس يوميا بيجينا احنا رسائل، اسئله، مشاكل، ناس بيستفسروا عن شيء معين الى اخره. في بعض المواضيع بدك تشوفها وترجع لهم، مثلا تتقدر انه بدها 48 ساعه، عبين ما 48 ساعه بيكون في يمكن 100 رساله وصلت فوقيهم. ما يعني هل في طريقه افضل من انه تحطها بس مارك از ان ريد، بحيث تقدر تعمل فولو اب عليها وترجع له لنفس الشخص تحت؟ لا، لازم يكون عندك سي ار ام انه هاي انحلت ولا ما انحلت، يكون عندك فيري جود سي ار ام عشان ما تضيع الكيسز. فهذا از ا بريميتيف واي انك تحطهم على الاكسل شيت، هاي انحلت هاي ما انحلت هاي بيندينج كذا، هاي بريميتيف و اكزوستنج فور ا بيج براند. بس الريل سوليوشن لازم يكون عندك سي ار ام انه كله هاي اجت الكيس بيوم كذا، مين عالجها، وين راحت، وين موجوده بيندينج، وين لازم تكون خالصه، ويجيك اليرت عليها ثاني يوم ايش البيندينج كيسز لسه. سي ار ام بس ما في اليه لربط الرسائل نفسها بالسي ار ام. بلا، في كثير انجيجر شغلات، في كذا اب بسوي لك الشغلات هذه كلهم. ايش بيسووا لك هم هذول الانجيجر وغيره وغيره؟ بجيب لك كل المسجز اللي اجت عن طريق البرايفت، عن طريق البوست، عن طريق الكومنت انتو وان داشبورد كلر كودد، فبيحكوا لك هذول هي موجودين هنا، انت بتحط السنتمنت عليهم، هذا مبسوط، هذا زعلان، هذا okay. كذا، بتحط كيوردز وتاجز عليهم okay. بتحط اليرتس كل شيء، لين حل الحل اللي ما انحلش بضل موجود عندك. حلو انجيجر. ايوه لحظه، شو ايوه هنا وينه شايفه انا؟ تقارير انجيجر بس غالي، في غيره 300 500 دولار بالشهر. انا بنصح كل الابس هذول، انتوا الكوميونتي مانجرز سبيشلي الشغالين جوا براندز، get the 14 days free. احكوا لهم احنا عم نجربه بلاش، فجربوا الابس كلهم، شوفوا ايش بينفع معكم ايش ما بينفع. في سؤال؟ حلو، طب كيف how can we access this tool؟ طيب وانت بتخلص عشان بدنا اياها كلياتنا. طيب good، حلو، توفيق. انا نفسي الاقي شباب هنا، يعني I have a lot of ideas، فنفسي انه شباب مثلا يكونوا شاطرين بال PHP وبالتول زي هيك، انه I can come up with a lot of ideas. زي فكرة ال top100arabs.com، انا وشاب شاطر بيشتغل بالجزيرة سوينا انا وياه، فحكيت له انا هاي كان عندي مقالة كتبت على ومضة، simply I collected the top 100 Arabs بالدول العربية كلها using cloud ايام زمان 2012. الفكرة تبعتي انه اخليها لايف دايناميك ليست، يعني ويب سايت، وانه يسوي كول كل يوم يروح ويجيب الكلاود تبعتهم، حسب الكلاود يسوي ريسورتنج. ففي فكرة كثير. اوكي، هلا هذا الرمز الصيني معناته تو اكتفلي لسن، مهم جدا تفهموه، انه انا لازم دائما اسوي اي كونتاكت مع الناس ان ريل لايف، لازم دائما اسمع لهم، لازم اتعاطف معهم، مهم جدا اتعاطف معهم. يعني مش عشان هذا عنده نيجاتيف انرجي سلبي الشخص اني خلص انا احقد عليه ولا لا بديش اجاوبه ولا بديش اساعده، غلط. لازم انا اكون الكبير، لازم اتعاطف معه.
هلا في مهارات كثيرة لازم تكون فيكم. هناخذ واحدة تبعت الكوميونيتي مانجمنت، كونكتنج ممبرز. لازم في انواع الشخصيات بالعالم، في عندك الميفن وعندك الكونكتر. الكونكتر اللي بحب دائما يحط راسين بالحلال بس مش الزواج، يعني اذا مثلا واحد بدور على وظيفه وفي شركه بدها نفس الوظيفه، انك انت يو كونكت توجذر، if two people have the same idea انت يو كونكت توجذر. ف يو هاف تو بي ا كونكتر، يو هاف تو بي عندك السنس هذه انك انت تساعد الناس وكونكت توجذر. اذا في كونفرسيشن موجوده على الاونلاين، انك انت كيف تعرف كيف تدخل فيها بالكونفرسيشن بحيث انك ما تكون تقيل دم ولا شيء، يعني بشكل انسيابي. كيف الوضع هنا؟ كم فولور عندنا؟ كم؟ 41. واو، شكرا. في حدا فيكم سوى فولو؟ طب مليح، مش من كلكم، مليح من برا يعني. So this is organic. Organic. Good. Answering frequent questions, monitoring. مهم جدا انه احنا اهم شيء بالسوشيال ميديا كوميونيتي مانجر از نعرف ايش هم الكي ووردز ذات ريبريزنت اور براند. فاذا انا بالتليكوم اعرف ايش هو التليكوم، التك، الموبايل، اسم البراند نفسه، هذول ذيس كي ووردز. الكي ووردز لازم ريبريزنت ذا براند ذا سيكتور، فلازم اعرف ايش البراند ايش هو السيكتور تبعي. تفضل. اورجانيك انه مش مدفوع لحاله، مش واسطه، انه طبيعي انسيابي. حلو. بهو سالنا كم واحد، هلا احنا حكينا 41 اللي رفعوا ايديهم خمسة، ف 41 ناقص خمسة يعني. هلا بحكي لكم شغله، الموضوع انا سويتها تيست قبل كم ليله، يعني الموضوع مش كله حيكون طبيعي. if you have a way انك انت تزيد الفولورز، do it, use it, utilize it. ف ها احنا we're doing it right way، وكمان we're utilizing مثلا الكونكشن تبعتنا، مش غلط. يس. التارجت ماركت عندك هم نفسهم سينيورز او اكبر من 30 سنه. هل انا از ا ستارت اب انه التارجت ماركت عندي فوق ال 30 سنه؟ اوكي. شود اي يوز تويتر؟ شود اي يوز فيسبوك؟ ايش الافضل؟ وهاو تو تارجت these specific people، لانه مثلا اذا اللي اقل او اكثر مثلا ما بيفيدوني. حلو. if you're targeting seniors you can do so عن طريق الفيسبوك، targeting the age demographics. فمثلا انت عندك صفحه عاديه، لما تحط بوست عادي بتحط بوست فور ذا جنرال، بس مرات بقدر اسوي له targeting انه بدي البوست هذا targeting this age demographics، للناس اللي عمرهم 35 وفوق مثلا. هذه واحده. الادز برضه نفس الشيء، you can target الادز. عندك مثلا certain ads targeting the mass، بس certain ads targeting these age demographics. هاي اثنين. وكمان اللينكد ان، عليك باللينكد ان. لينكد ان is that has the people higher with the mean older age. تويتر برضو، بس الفيسبوك لا، مش اقل شيء. لو يجوا لاقل شيء يعتبر الفيسبوك. فيسبوك has around 70% young age. 70% of people on Facebook are between the age of 13 and 24. Okay. Twitter, I will say, عندهم ال post graduates age، عمرهم من تقريبا من 24 وفوق. LinkedIn عندهم برضو أعلى 35 وكذا أعلى. بس you can use Facebook إنك أنت target ال demographics تبعون ال age اللي بتدور عليه. اوكي. سؤال. يس. بدي اسال عن البروموتد تويت. يس. او البروموتد اكاونت على تويتر. اوكي. ويعني انت بتحاول انه انت تتصل فيهم على الاقل حسب ما عملت سيرش، بس ما بعرف اف اتس ورك ولا انه في شيء ثاني المفروض نعمله. هلا ال الشركة الوحيدة المصرح انها تسوي تويتس، تسوي اعلانات لتويتر بالميدل ايست كله، شركة مصرية اسمها connectads.com. واي اعلانات بدك تسويها لازم تستخدمها عن طريقهم.
فاعتقد البادجت مينيمال بادجت حسب بالشهر كانه كم؟ 10 بس مش شهري 10 اعتقد على 3 اشهر وبيطلع لك فيريفيكيشن معها. بس ليش بدك تسوي اعلانات على تويتر؟ حلو، ايش اسم الكمباني؟ ايش؟ طبي، يس، سهيوج براند. مش لانه في اجت فترة تويتر وامريكان اكسبرس شاركوا مع بعض، امريكان اكسبرس اوفرد $100 فري ادز فور سمول بزنس. وفي كمان هلا زامل ممكن يساعدنا انه برضه في نفس الشيء على الفيسبوك سمول بزنس في لهم يعني شغلات ببلاش ممكن يستعملوها. بس الطبي دوت كوم بالضبط يو هاف تو جو وذ كونكت ادز. connectads.com. هذه انا مش هشرحها، بس طلعوا عليها درسوها لما تروحوا على البيت فنجان قهوه. بحكي لك اذا جاتك كومبلينت ولا كومبلمنت ولا نون ريليتد ايشو ايش البروسيس تبعها. حلوه. How to listen to assess engage and repeat. انا ما ادفايس بعطيكم اياها من الاخر، اذا في عندكم مشكله شيء سلبي كثير اولويز جاوبوه باسرع وقت ممكن. نمبر 1، نمبر 2 تيك ات اوف لاين، احكوا معه بالاوفلاين، حلوها بالاوفلاين عشان ترجع. لانه كثير مرات بكون الشخص اذا بيسوي كوميونيكيشن معك على الاونلاين وهو زعلان بتطلع مسجز غلط ومش حتقدر تفهموا بعض. فدائما خذوها اوفلاين، اعطيني تليفون ولا عن طريق زياره احسن. اوكي، تويتبس. هلا تفضل. موجود بالايفنت بيج بالفيسبوك، حطيت السلايدز اللينك تبعتهم على السلايد شير تبعتي وتبعت جوده. يس، لا ما حكيت. ثانك يو. Moderation. هلا انا عندي على الفيسبوك بحط تاب على الفيسبوك عندي وبكتب guidelines للكومنت، فبحط قوانين ارشادات للتعليق. ممكن انت تعلق تحكي اللي بدك اياه، حتى لو كنت سلبي، حتى لو عندك مشكله، حتى لو زعلان اكتب بدك اياه. بس في خطوط حمر، ممنوع تحكي بالسياسه، ممنوع تحكي بالدين، ممنوع تجرح احد من عندنا بالشركه، ممنوع تجرح احد من المتابعين للصفحه، ممنوع تسب، ممنوع فولجر، ممنوع ترول. هلا مرات في واحد بكون عنده مشكله بس حطها 50 مره فبسوي ديليت، يعني بخليها مره واحده، بس اذا بضل يعيدها بسوي له تمبرري بان، يعني بشيله. As long as guidelines clear you can enforce. انا اول شيء مثل ما كان في عندنا guidelines، طب ايش نسوي؟ سوى هيك، ايش نسوي؟ ما بنعرف. بس once انه في guidelines they're clear عندك القوه to enforce it. هلا في تويتبس بصير كثير. تويتبس هي عباره عن اني انا كبراند بدي اسوي بز، يعني انا مثلا براند دخلت على تويتر جديد، فولورز تبعوني 100 150 50، للريتش تبعي مش هالقد، فانا بدي اسوي زي بنسميها قنبله بز كبيره بايفنت. كيف؟ بروح بجيب لي انا لسته مؤثرين بعزمهم عندي بسوي شغله اسمها تويتب. هلا تويتب لازم يكون لها فن، يعني لازم يكون مدروس. في كذا براند سوى تويتب رحنا عليه يعني عادي، ضيعنا وقتنا، هم خسروا فلوس ولا استفادوا ولا محزنوا. فمهم جدا يكون الموضوع مدروس كثير. ليش عم بيسوي التويتب؟ فلازم تعرف ليش. في عندنا نيو برودكت، وي وان تو ماركت ذا نيو برودكت، ولا بدنا يصير عندنا ترافيك على التويتر اكاونت تبعنا، ولا بدنا مثلا نسوي CSR activity. لازم نعرف ليش احنا عم نسوي التويتر. يس، اوكي،
Thank you. Mr. Zaid Hona, he is the moderator for the panel. Zaid Nasser. Twitter جاي من كلمة meet up. Let's meet up, all of us. يعني نجتمع كلياتنا مع بعض. بس تويتر هي بس للتويترجية. فأنا بجيب المؤثرين من تويتر وبسوي لهم meet up فسميناها تويتر. لها صارت معروفة كل العالم. اسمها معروف. هات سؤالك. ايش سؤالك؟ بالسامع. لا لا أوفلاين. أوفلاين. هلا بحكي لك كيف. الأوبجكت اللي لازم نعرف إحنا ليش بنسوي الاجتماع هذا؟ لنعزمهم عنا على الشركة أو نأخذهم برا. أوكي؟ ليش؟ يمكن عنا إحنا منتج جديد أو بدنا فولورز جداد نزيد الفولورز تبعونا أو نعرض شغلة CSR ننمي CSR تبعنا. الليست مهم. Are you on the list؟ مين بيعرف إنه he is on the list ولا لا؟ مهم تعرف إنك أنت موجود على القائمة أم لا. إيش هي قائمة إيش؟ إيش؟ yes. هلا الانفلونسرز في كذا قائمة للانفلونسرز حسب شغلتين، إما حسب اللوكيشن أو حسب نطاق العمل. في قوائم المؤثرين بالأردن وفي قوائم مثلا مؤثرين بالسي اس ار، مؤثرين مثلا بالتكنولوجي and so on. So كيف تعرف إذا أنت موجود على الليستة ولا لا؟ If you were invited to a tweetup أنت موجود على الليستة. If not you could request. ممكن تشوف مثلا إنه صار كيت معلي. كيت معلي وين؟ وين؟ كيت معلي مثلا سوى تويتب أول مرة ما عزموك، ثاني مرة ما عزموك. بعت لهم تويت، سمحتوا أنا معجب بالبراند تبعكم و I want بدي أكون على التويتب تبعكم الجاي. ممكن يحطوك على الليست. ها؟ عملتي نفس الشيء، ممتاز. So إذا أنتوا شفتوا ناس عم بي يعني في مرات نفس الناس بنعزم على كل تويتبس. فإذا مش عاجبكم أنا بعجبنيش، إذا مش عاجبكم the easiest way to do it إنه just to ask the brand إنه you are interested in their upcoming Twitter. بس this is much easier. أسهل من إنه مثلاً تسبوا على البروح وكل أو يعني هذول شو قصتهم؟ شو اللي تويتب ما تويتب؟ شو اللي مش عارف إيش؟ أسهل you can do this and you can do that. الأسهل إنه تسأل please include me in your upcoming Twitter. بالضبط صح. gifts لما تسوي تويتب ما تسوي تويتب تروح تجيب لنا فلافل. اوكي هلا بحكي لكم it's not worth the time. الgifts two types. واحدة بسميها goodie bag للكل، حط لهم goodie bag branded materials تبعتكم. ثلاثة أربعة خمسة gifts high end لل five سووا competition لعبة وكذا حطوهم إياه. now سامسونج شو سووا؟ حطونا باص وحكونا في نزل الأسفور الجديد بنوديكم رحلة تصوروا وأحلى صورة يفوز بالتليفون تبعه. حلو كلياتنا رحنا وصلنا نصور نصور طول اليوم كذا وكذا وكذا كل شوي صورة جماعية صورة جماعية صورة جماعية. إيش المهم لا I'm giving a good example. أنا عارف إنك هون. المهم بالأخير لما بدنا نفتح بالدينر بالكمبينسكي بدنا نفتح نشوف مين الفائز كل واحد فتح الرسالة تبعته مكتوب عليها you are the winner. so عطوا ال 14 صح؟ ال 14 تويب كل واحد أخذ تلفون ببلاش. but that was a wow thing. يعني كان مدروس وحلو كتير. فمهم جدا مثلا في مرات بنروح احنا على رحنا وين زامل على تويتر اعطونا كل واحد ايش دي في دي بلاير. ف دير بالكم يعني اذا انتم بدكم تتعبوا وتسووا تويتر يو هاف تو جو اول اوت لازم تظبطوها ويكون انه شغلي ينحكى فيها. لما اروح البيت انا مبسوط
أظني أسوي لكم تويت من هون لشهر. فإذا تعطوني سندويش فلافل يعني ديروا بالكم. مهم جدا يكون ريليفنت لتويتر. يعني أنا مثلا مطعم أحكي لكم تويتر ناجح جدا عجبني جدا رائع. وما غلبوا حالهم كثير ما أعطوناش هدايا. أعطونا مريولة بس. بي إف شانكس عزمونا هناك رحنا. الفاوندر تبع بي إف شانكس الأمريكي جابوه صيني أصله أمريكي. من سان فرانسيسكو جابوه قعد معنا سوى لنا يو شيب وصار يسوي لنا فود تيستينج ويشرح لنا على كل طبق هذا ايش من وايش بيسوي وشو الفائده تبعته وكيف طبخوه وشغله. شوفوا ما كان في هدايا ولا شيء بس انه يعني الفاوندر اجا وانه الطريقه اللي كان بيشرح فيها الاكل كانت ممتازه جدا. فمهم يكون ريليفنت التويتر اللي دخل بالبراند اللي دخل بالسيكتور بالنطاق العمل. ذا بلان The more you pay attention to the details, the better. إذا أنا ماشي مثلاً وجبت تويتر بس وبتطلع هنا في حاطين صورة تويتر وأول ما وصلت عطوني مج مكتوب عليه شو اسمه التويتر نيم تبعي وعطوني تي شيرت يعني بدكم details details the more details بتروحوا فيها the more successful. هلا أنتوا إيش هو ال ROI ريتين اون انفستمنت تبع التويتر؟ لانه الناس يتوتوا صح. طب اذا انتم جبتوهم وديتوهم على اربد ولا على الغور فيش واي فاي كيف بدهم يتوتوا؟ ومهم جدا من يعني من اهم شيء بالتويتر انه البراند يكون مجهز واي فاي وكمان شواحن بطاريات للموبايلز اذا ماخذينهم برا. هذا هو السكسس بيجي. ذا مور التويتس هاف جوس ان ذير باتري وعندهم واي فاي وبضلهم يتوتوا هون بضل نجاحوا. فكذا مره رحنا تويتر ومن اول ساعتين خلصوا البطاريات وفش واي فاي راحت البز. طب انت ايش استفدت از براند؟ ما استفدت كثير. كمان الشطاره بتيجي انه انا عم بسوي تويتر اوف لاين معي تويترجيه واشبكه مع الاونلاين. ان انا شغال هلا بصير بدخل بسوي تويتر وول وبسوي مسابقه على تويتر وبخلي الناس اللي من الاونلاين يتفاعلوا معي كمان. اوكي فهون تيجي برضه الشطاره. سو التويتر از جود مهم للاز كوميونتي مانجر بس برضه ات هاز تو بي دون بعنايه جدا عشان البراند يستفيد منها. ثانك يو فيري ماتش. اللي عنده كويشن يرفع ايده بس. اول مره خلصنا كويشنز. طب جود يس اوكي. احنا ما كناش حنسوي تويتر، احنا حنفرجيكم كيف سوينا تويتر بس مش حنسوي هاو تو دو تويتر اكاونت. احنا هاي ثالث مره يعني احنا سوينا الاسم جيو. اول مرتين بدينا ابتدائي، ثاني مره يعني شوي، هالمره بس انيويز اللي بده مساعده بانه يعمل تويتر اكاونت يحكي معي بعدين. اصدام البرد. لا ولا واحدة، لا هاي ولا هاي. ما تشبكي أي إشي أوتوميشن. هلا الفيسبوك، فيسبوك غير، في عندك الرموز أكثر من 140، في عندك صورة غير، إس أوبتمايز وعم تحكي مع فئة تانية مختلفة عن تبعون التويتر. فبالفيسبوك لما إذا بتشبكي على تويتر حيبين بس أول كلمتين زائد لينك ودزنت ميك سنس. حلو؟ ممكن نسوي هيك اولها اذا ما عندك النوها ولا ما عندك الناس اللي يتابعوا الاكونت. بس مهم جدا انه تتابعيهم بشكل مانوال لانه هاي لغه ثانيه غير اللغه هاي. هاي بتحكي مع ناس ثانيين غير الناس هذول. اوكي هون بتحكي مع صغار وشغلات الكونتنت الاستراتيجي تبعتها مش كلها براند اورينتد. عم تحكي في شغلات مسليه، في شغلات ترفيهيه، وهون عم تحكي مقالات شغلات مهمه. فاختلف ما تشبك. سجستد قصدك؟ لا لا ماليش دخل بالعدد الفولورز. عدد الفولورز مش مهم كثير يا جماعه، مهم جدا الانتر اكشن.
ليس لاتوه اوكي. مهم جدا انه ما تهتم بعدد الفولورز، اهتم بالبوستات تبعونك بالتويتس قديش بيجيبوا انتر اكشن. هون الشطاره، وانس يو ماستر ذس الفولورز رح يجوا لحالهم. اوكي بعدين اللي بده فولورز، اذا بتضلك تعتبر التويتر از تشات بلاتفورم ما رح يجيك فولورز. اذا بتضلك تحكي مع 1 2 3 4 5 7 مش حيجيك فولورز. اذا بتضلك تحكي بنفس المواضيع مش حيجيك فولورز. دائما لازم تطلع برا السيركل، تحكي مع ناس جداد، تسوي فولو ناس جداد، تسوي ريتويت لناس جداد. دائما انك تحكي مواضيع غير المواضيع بتحكي فيها كل يوم. بطلنا صباح الخير واليوم ابو جباره وبكره، فلازم تحكي مواضيع ثانيه. سؤال. يس سر. How to measure the success of your tweet up for your company? Good question, and you know the answer, but I'm gonna say it. هلا you measure the hashtag. So في website اسمه hashtagtracking.com. One hashtag for free for 30 days. Mike. Hon. Free. No, still free. وحتى بعطيك التويتس للباست 30 days. No. Still free. Once you sign up. Yes. بصير يعطيك للأبكمينج تويتس. بالضبط. هو أنا عندي تويتر. مثلا إحنا اليوم خلصنا ال. No. أنا عندي تويتر. أنا عندي اليوم. Okay. إجا حسن الصبح الساعة 8 الصبح. He started an account on hashtagging. You have to start from now. فأنا عندي تويتر. عندي تويتر بالليلة مثلا. The morning of that day, with that hashtag, make sure it's a unique hashtag. I start the hashtagging عليها من قبل ما تبدأ. وبحسب لك لمدة 30 days. أنا بدي إياها لمدة 3 أيام بس. بس صفك كمان كان يعطيك على قبل. لا ما بدنا قبل. طب سؤال تاني. What is the best way to make an ultimate engaging post? يعني قبل ما نطلع. لحظة شوي. سؤالك. بس أجاوب سؤال وبكمل معك. هلا بنبدأ hashtagging.com. على الهاشتاج بنحط الهاشتاج اللي تبعت التويتر. احنا ديسايد انه مثلا اليوم اس ام جو الهاشتاج تبع الايفنت تبع اليوم. ليش؟ عشان نقدر نقيس الانجيجمنت انتر اكشن. الهاش تراكينج بيعطيكم ريبورت انه كم شخص شارك بالهاشتاج، كم تويت طلعت، كم بيرسون تريشت، وكم تايم لاين ديليفريز وصلت. تايم لاين ديليفريز بتروح للملايين. Accordingly, بتقيس قديش كبر البز تبعتكم. اوكي سؤالك. هلا ما في شيء مثلا شيء معين تول معين يعطيك مثلا the best time for posting. It depends on your audience, it depends on the yes. people you who's following you, your fans on Facebook. ايش في شيء مثلا to monitor the people who are following you or your fans on Facebook and gives you like reports to يعطيك مثلا احسن time to make a post or to make a tweet and to be most engaging. مش انجيجر بسوي هيك؟ انجيجر بنش انجيجر بفر اب. اول ما تشبك مع بفر اب بيعطيك تايمز ان هدول اكوردنج تو يور اكتيفيتيز هدول اكثر شيء البيزي. مايك كراود بوستر. كراود بوستر بيعطيك حسب الانجيجمنت الناس امتى بيعملوا انجيجمنت معك واحسن وقت تبعت تويتس او حتى على الفيسبوك كمان بيشتغل. والانسايتس هلا الانسايت بيعطوك بالضبط. ولا وبحكي ايش نوع كل نوع بوست ايش نوعها وايش سوت انجيجمنت. اوكي يس مايك. هي مايك اجاك. في ملاحظه وصار اني احكيها، في بخل باللي بيشتغلوا بالسوشيال ميديا بالمعلومات للناس العاديه. مثلا ممكن تبعت انت لحدا وما يعطيك معلومه مساعده. أنا بعتي لي، أنا ببعت لك، ما عندي مشكلة. اللي قدامك بدل المايك. هلا بدي أسأل بالنسبة للبوزيشنز كوميونيتي مانجر أو سوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج. هلا أكيد هم ريليتد لبعض، بس إنه إيش الفرق بينهم ويعني إيش الأشياء اللي بتجمع وإيش الأشياء اللي بتفرق بين هذول ثري بوزيشنز. كوميونيتي مانجر and
social media specialist وديجيتال ماركتنج. الديجيتال ماركتنج بتدخل بالاعلانات اللي هي على الويب سايت والجوجل ادز ومش عارف ايش. اوكي. واس اي او محزن والاس ام ام او ولا مش عارف ايش. السوشيال ميديا اند كوميونيتي مانجر. هلا الكوميونيتي السوشيال ميديا عنده وظائف اكثر من الكوميونيتي مانجر. مثلا زي الريبورتات ديزاين ريبورتس الاستراتيجي اللي دخل فيها. الكوميونيتي مانجر يعني اس دوور مور ذان اس بلانر. هلا ارجع لسؤال اللي قبلك. انا يعني باليوم بدي اخذ الفرصه اني احكي انه احنا لازم ككوميونيتي مانجرز لازم يكون عندنا مثلا. هلا هديل سوت جروب على الواتساب فور الاكتيف كوميونيتي مانجرز. في جروب موجوده برضو على ال ها تو اكتيف. فانسوا الموضوع هديل. في جروب ثاني موجود على الفيسبوك. فانا بقترح نسوي جروب جديده مثلا انه فور اناونسمنت. يا بس مش انه حدا يجي يحكي مثلا انا في عندي عنزه بدي ابيعها ولا مش عارف ايش. خليها جاست فور ذا بنفيت انه الانفورميشن شيرنج انه انا ممكن اساعد انه مثلا في شغله جديده طلعت او في اب طلع او في شغله. فبقترح انه نسوي جروب على الفيسبوك وكلياتنا ندخل فيها. فاي واحد كان ستارت لا في موجود انفايت او حط اللينك تبعتها على اليوزنج الهاشتاج وبيبل فولو. كيف هون عندنا الموضوع كله تمام؟ اوكي ام دون. ثانك يو فيري ماتش. وي جوينغ فور بريك. هلا ولا ايش هلا عندنا مستر جو ذات از نيكست. اوكي جود.